حتى بسم الله. هاد الباس انت خيطيه؟ لا انا خيطت اصلا سلفتها. ولا وجبتي وانت حسيتي براسك انت جبتيه ولا هو جاب ولا هي جابته؟ انت جبتيه؟ لا انا نمت. بصح انا اللي خيطته، بصح ماشي خياط. ماشي خياط في العقدات. فين هاد العقدات؟ داخل. صافي كون دار هاد العقدات؟ ها؟ كيفاش؟ كيفاش؟ هاد العقدات شكون دارهم؟ شتيهم انتي هاد العقدات؟ نوضي وريهم لي. وريني هاد العقدات هادو. حقا كاين عقدات. هاد العقدات ما عندهمش علاقة بالخياطة اللي خيطتي انت نهائيا، حتى انهم بعيدين على الخياطة كل البعد. الجينية كانت كالت قالت المرة اللي فاتت بلي كاين عقد. حقاش انا ما كنعقدش في الله. ثلاثة. شكون دار هاد العقدات؟ أنا. أنا كنت فيها وخيطنا وديت نعبد. يلا بسم الله.
لا شيل نفسك، شيل العقد. بسم الله بسم الله. بسم الله. العقد ما عندهاش علاقة بالخياطة بتاتا. ما عندهاش علاقة بالخياطة. بسم الله. شيل النفاثات في العقد. بسم الله بسم الله. الحمد لله. بسم الله بسم الله بسم الله. ما جئتم به السحر وإن الله سيبطله. بسم الله بسم الله. ما جئتم به السحر وإن الله سيبطله. ما جئتم به السحر وإن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن ربي سيبطله. وعرفت تختار المكان. ما عم بيسلفت لصاحب خير كسوة. ما شاء الله. آية تبطل. بسم الله. ما شاء الله. ما شاء الله. وعقد في مكان يعني سبحان الله اللي ما خصهمش قاع يكونوا تما وما كانش غلط علاش يكونوا تما. اللهم لك الحمد على كل شيء وفي كل شيء. فإن الله سيبطله. الله سيبطله. بسم الله بسم الله. ها هي انتهت الحمد لله. ها هي انتهت انتهت والحمد لله. بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر. 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 بطلت والحمد لله. بإذن الله بطلت والحمد لله. قصة العقد انتهت. قصتنا مع العقد انتهت. هل من جديد؟ طيب هذه العقد هذه بإذن الله بطلت أم لا؟ بطلت بإذن الله. وبعد العقد وبعد العقد ماذا؟ وبعد العقد ماذا؟ مرشوش مرشوش مرشوش. نهضروا على المرشوش اللي كتقتي لي مرشوش وجدت لها المأكول. نهضروا على المرشوش. الطلق القديمة. كيفاش؟ كنا في الطلق القديمة. زيد. باقي تما. واش باقي تما؟ باقي تما مرشوش. كاع هكا. كاش هذا بهاد العقد هذه بطلت. ما بقاش. لا. بقاتش خدامة. الحمد لله رب العالمين.
ولا عدوان إلا على الظالمين الضالين المضلين. اللهم لك الحمد يا ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطلع أسحاركم سحرا سحرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينزل عليكم الشقاء والهم والحزن والغضب والسخط والذلة والعذاب. أسأل الله أن يطلع أسحاركم أينما كانت وكيفما كانت. أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي أعلى قدر موسى ورفع قدر موسى ونصر موسى على السحر. أسأله سبحانه وتعالى أن يبطل أسحاركم سحرا سحرا، وأن يجعل حياتكم كدا كدا، وجهدا وشقاء وتعبا، وعما وضيقا وحزنا. أسأل الله أن يسلب السعادة من عقولكم ومن حياتكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما عمرتم الأبدان وأذيتموها وعلى عقول الإنس تسلطتم وعطلتم وأمرتم، أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيشكم في ضنك وهم وغم. أسأل الله أن يذقكم التعاسة في الدنيا قبل الآخرة. أسأله سبحانه وتعالى ألا يقيم لكم قائمة، وألا يعلي لكم راية، وألا يبلغكم مقصدا ولا غاية. أسأل الله أن يذيقكم الذلة ويعيشكم في ذلة ويميتكم في ذلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل كيدكم بينكم وبين من وكلكم وأرسلكم وقيدكم عظيم. اللهم اجعل كيدهم بينهم عظيم. اللهم عليك بهم وبمن أرسلهم وسلطهم ووكلهم. اللهم أذقهم السعير سعيرين، وانزل عليهم النار نارين، وضاعف يا رب لهم العذاب عذابين. اللهم أذقهم في الدنيا خزيا وفي الآخرة خزيا. اللهم لك الحمد على كل شيء وفي كل شيء، وهذا هو دليل على قوة الحق ونصرة الله جل وعلا للحق وأهل الحق وتأييده لأهل الحق. الله ولي الذين آمنوا، وإن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس يعلمون. أنتم لكم الخسران في الدنيا والآخرة، لكم الهزيمة في الدنيا والآخرة. كلما عملتم عملا أبطله ربنا، كلما عطلتم شيئا لا يحصل هذا إلا بإذن ربنا، ولن يتم هذا بإذن ربنا قبل أن يحصل بإذنه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، سيبطل هذا الأسحار بإذن سحرا سحرا، وستفك هذه العقد عقدة عقدة، خفية أو جلية، ظاهرة أو باطنة، في بدنها أو خارج بدنها. والأسحار المغشوشة أسأل الله أن يمطر عليها مطرا لا يبقي لها مكانا ولا أثر. لا إله إلا الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا كم صلب فيك وحدك وكم خطأ ما سوى نزل الإنسان في نفس الشيطان. الله ورسوله منه براء، الله أعلى وأعلم. ونتمنى اللي عنده شك سوى ديالو يخليها عنده ما يسلفها حتى الحد. ليش شكان في الناس، بل نغلقوا باب نتاع المفسدة فقط.